السكن برعاية صحية برعاية اجتماعية يستطيع الشاب أن يتزوج أن يحيا حياة طبيعية. زاد دخل المرأة 1200 جنيه ويقابله زيادة 10 أضعاف الأسعار، فإيه قيمة الزيادة وإحنا مش قادرين إن إحنا نظبط الأسعار بتاعت السوق؟ الفرق إيه؟ الزيادة هي 1200 جنيه، يبص يلاقي هو عشان يصرف أو الأسعار زادت مطلوب إن هو يصرف 5000 جنيه، طب ما أنت بتفعل حماية المستهلك واعمل ويشكل مجال من شباب الثورة إن هم يلاقوا أسعار لحماية المستهلك عشان يقدر الفرد يستفيد من الزيادة اللي بتقولوا عليها لحد ما نقدر نظبط زيادة المرتبات مع زيادة الأسعار. دي النقطة. النقطة التانية اللي إحنا تحكمنا زيادة المعاشات. الموظف بيقبض مرتبات بتقدر ان هي تعيشه الى حد ما وهو اثناء الوظيفه، بيجي بياخد من الوظيفه وياخد معاش بيكون المعاش بتاعه ضئيل جدا مع متطلبات الحياه بالرغم من ان مسؤولياته اقوى واكثر بكثير. كل النقط دي مش لازم ان احنا نغفل عنها ابدا واحنا بنتكلم عن مصر الجديده، مصر بعد الثوره، مصر العداله الاجتماعيه. حين نتحدث عن الحد الادنى والحد الاقصى، وانا مع كلام الزملاء الذين قالوا بحتميه تحديد الحد الاقصى لانه سيوفر للدوله ميزانيه تسمح بالارتقاء بدخل المواطن، علينا ان ننتبه الى تحديد التنميه الاقتصاديه الحقيقيه. علينا ان نعيد بناء القطاع العام من جديد، ذلك القطاع العام الذي كان يوفر السلع الاساسيه بجوده وباسعار مناسبه، كما كنا نستمع يوميا ايام عبد الناصر في الاذاعه وفي الصحف وخاصه جريده الجمهوريه عن اسعار السلع، ولا يستطيع تاجر ولا يقدر ان يقوم بزياده سعر سلعه ما. احنا كان في مفهوم خاطئ عندنا لازم نعترف بيه، ان احنا كنا بناخد الارض سواء في الحكومه او القطاع العام او قطاع العماله او المنتجات المحليه مقابل ان احنا بنروح الشغل بس مش مقابل عمل. احنا كنا الحكومه كانت عندها نوع من انواع المصلحه شويه فبتديك ارض اي كلام، وانت برضه بتديها عمل اي كلام، في المقابل احنا الاثنين عاملين عقد بيننا وبين الحكومه ان محدش يقول للتاني يعيش ازاي. يعني الحكومه بتدي الناس موظفين داخل الدوله عليه موظف مش قطاع خاص، موظف داخل الدوله 43 جنيه و70 قرش في الشهر. دولت في حته اسمها اداره التشغيل في وزاره الزراعه. في ناس موظفين في الدوله مدرس محترم دور بعرض ابوه صرف عليه 22 23 سنه يطلع يشتغل مدرس بالحصه ياخد 120 جنيه او 160 جنيه او 180 جنيه او 200 جنيه على الاقصى. يشتغل خلال 8 اشهر ب 14
او سبل معيشه عاديه للمواطن العادي. زادت من النهارده مش في يناير، مش لسه استنت الناس قالت ان احنا عايزين الميكروبات ولا المواصلات ولا القطارات ليناير، ولكن تم الان لمجرد اعلان الحكومه على يناير هتزود. ونستمع الشهور
تجيب اسعار